تصور انتصار مهم للملاعبيه قبل مباراه سيابي. صحيح انتصار مهم برشا وجاي دون لا دولور كما شفتوا. الاولاد خارجين كل في ريتم تاع كل 3 ايام ماتش ثم برشا تعب الاولاد معناتها اليوم جوفيلي فيليسيتي على الروح والمردود اللي قدموه في التيران خاطر في المورا وتعبين تعبين واحنا طلبنا منهم برشا سور التيران وبرا من التيران كانوا ابليكي وان شاء الله نكملوا في النسق هذا ويتقدم مردود البدني ان شاء الله وتقدم حتى في زاده في جمعيه اللعب ان شاء الله. الحمد لله يا ربي اليوم وفقنا روحنا معناتها بثلاثه نقاط باهية كما قلت انت تزاميتون عملنا تزاميتون باهية برشا سيرتو على نيفو الاجريسيفيتي الحمد لله معنا جبنا 3 بوان اللي خليونا نخدموا فرياحية وظروف باهية ان شاء الله. نسمع حتى في الهجومات المعاكسة شفنا الدفاع واقف اليوم ممكن هذاك علاش ما قلقكش برشا الاتاك نتاع متلاو؟ والله صحيح بالنسبة للدفاع نتاعنا معناتها معروف دفاع النادي الرياضي الصفاقسي صلب كاو معناتها نزيدوا نخدموا شوية القدام وان شاء الله الريزلتات تتحسن بشوية بشوية ان شاء الله. الحمد لله معنا اللي خدمت على روحي جيت جاسي الاسعد اليوم نشكره بالمناسبة اعطاني الفرصة. جات اليوم النتيجة صعيبة شوية معنا ربحنا الطرح إن شاء الله باش نزيدوا نخدموا على روحنا باش نحسنوا الأداء نتاعنا وإن شاء الله القادم خير للنادي الرياضي الصفاقسي. نجم نقولوا المباراة هذه شفنا فيها برشا جريندا خاصة في الزوميتون الجوار كلها تاكلي كلها تقدم كلها توخر. هاي هذيك هي الكرة تو معناها لازمك ديما تحب ولا تكره نحن سي اس اس معناها نحن لازمنا نصنعوا اللعب نحن لازمنا نجريوا على الكرة ونحن لازمنا نفكوا الكرة باش نخلقوا لوكازيونات ونماركيوا بزيد بوند. Maintenant on voit que le niveau de travail encore beaucoup plus intense. Ce qui est efficacité côté personnel, je pense qu'avec le travail ça va venir. Et j'ai confiance en cela, je continuerai à travailler encore plus dur. Mais l'important, le plus important pour le moment, c'est que le CSS gagne. On est en phase de gagner et on prie que ça continue encore. On fera tout pour gagner le maximum de points à domicile. Ensuite, pour les matchs à l'extérieur, il faut aussi avoir le même état d'esprit qu'on a eu à Bengarden et continuer aussi le travail. شوف فما ان رابور دو فورس هو من اليوم مش تنجم تحكم على فريق الاداء نتاعو كان دفاعي ولا كان هجومي هو لو رابور دو فورس اللي موجود ما بين اللاعبين نتاع نجم المتلوي على في لي كومبارتيمون الكل ولاعبين النادي الرياضي الصفاقسي اظن ان النادي الرياضي الصفاقسي اليوم نحبه ولا نكرهه معناتها يفوقنا على المستوى الفني احنا اليوم الرصيد البشري معناتها يشكون قايس اللي ناتجه معناتها على عقوبات وعلى اصابات جينا بالامكانيات نتاعنا حاولنا اللي معناتها نعملوا اول حاجه رده فعل ايجابيه بعد النتائج السلبيه اللي قمنا بها ردة الفعل كانت إيجابية اليوم مع تحقيق الحق باش نعطيو الحق اللاعبين اللي تميزوا طيلة يمكن 80 دقيقة باش يدافعوا معناتها على الشباك معناتها وعلى عذرة الشباك نتاعنا. فريت السيسيس بعد ما عاودت رجعت اليوم للميل. أنا نقول اليوم في حاجة أنه ياخو خاطر فما تعدى بضغط كبير ياسر سواء اللاعبين ولا المدربين اللي تعداوا عندنا الرياضي الصفاقسي ولا الجمهور ولا الناس الكل في حاجة أنه يلقى التوازن متاعه في فترة معناتها مهمة ياسر للنادي والمستقبل النادي.